أما لسلم ننتقل لمساحتنا الطبية لليوم. الملتحمة عبارة عن غشاء شفاف يبطن الجزء الداخلي من الجفن أو أجزاء أخرى من العين. عندما يحدث التهاب في العين تتسع الأوعية الدموية فيها، ما يجعل العين تبدو محمرة أكثر من العادة. وعادة ما يحدث نور التهاب الملتحمة أو ما يسمى بالعين الوردية بسبب الإصابة بعدوى بكتيرية أو فيروسية أو أثر التحسس لبعض المواد الأخرى. اليوم رح نتعرف ضمن فقرتنا الطبية على الأسباب وطرق العلاج والوقاية، هالتفاصيل كلها مع الدكتور جهاد نويلاتي اختصاصي في أمراض العين والجراحة. حتى يسعد صباحك دكتور جهاد. يسعد صباحكم، يسعد صباحكم، صباح المشاهدين. يسعد صباحك دكتور. بالبداية خلينا نعرف طبيا التهاب الملتحمة الفيروسي شو هو؟ هلا عنوان عريض، هو التهاب الملتحمة ومن ضمنه الالتهابات الفيروسية. مثل ما شرحتي حضرتك الملتحمة، أول شيء خلينا نعرف المشاهدين شو هي الملتحمة. هي الغشاء اللي ببطن كرة العين وجزء الجفن الداخلي. هو طبعا بيكون شفاف، المنظر الأبيض يلي بيطلع للعين هو لون صلبة العين، بياض العين، فهو بيغطي بياض العين، طبعا ما بيغطي القرنية الملتحمة، بياض العين، ويبطن الجفن من الداخل. هو غشاء مفروض أنه يكون شفاف، في أوعية دموية رقيقة وناعمة. طبعا هو ممكن عرضة قبل العين طبعا لأي عوامل خارجية ممكن تدخل العين. فوقت بتلتهب الملتحمة رح تحتقن الأوعية، ممكن يصير فيها نزوف نقطية، فبتعطي منظر العين الوردي. لذلك هو التعبير الشائع لالتهاب الملتحمة هو العين الوردية، أنه بياض العين ما عاد صافي، صار محتقن شوي، لونه أحمر شوي. هي بالتعريف التهابات الملتحمة. هلأ شو ممكن يوصل لالتهاب الملتحمة؟ التهاب الملتحمة ممكن تحسس، أي عوامل خارجية ممكن تعمل تحسس. هون بفوت بباب طويل اللي هو التهابات الملتحمة التحسسية بكل أنواعها الفصلية والربيعية والعوامل الخارجية. وفي عندي التهابات الملتحمة الجرثومية اللي يكون على العامل الممرض اللي وصل للملتحمة وأدى لالتهابها هو عبارة عن بكتيريات بأنواع المختلفة عند الكبار وعند الصغار. وفي ممكن العامل الممرض هو التهابات الملتحمة الفيروسية. كيف بدي ميز بيناتهم؟ هلا هن بيلتقوا بتقاطع واحد، انه كلياتهم رح يعطوني منظر العين الورديه. في فروقات بين الجرثومي والفيروسي والتحسسي. الفيروسي اسبابه فينا نقول الفيروسي هو الفيروسات، الجرثومي يعني هي جراثيم. يعني في القريب والرشح ممكن ولا اي التهاب فيروسي؟ هلا رح نفوت فيهم. نحن رح ناخذ اليوم التهاب الملتحمه الفيروسيه. ليش رح نركز اليوم التهاب الملتحمه الفيروسيه؟ هلا شو ميزته التهاب الملتحمه الفيروسي؟ التهاب الملتحمه الفيروسي ممكن يكون ألمه أشد، ممكن الفترة المرضية فيه أطول، التحسس ممكن ب 24 ساعة يتحسن، التهاب جرثومي يومين ثلاثة يتحسن، بينما التهاب فيروسي ممكن تستمر الأعراض ل 14 يوم، مؤلم أكثر، ممكن وارد فيه إصابة القرنية. هون الناحية الخطيرة أنه ممكن أنا أوصل لالتهاب القرنية يلي ممكن يأثر على القدرة البصرية، يأثر أنه يعمل لي غباش عند المريض. عادة الالتهابات الملتحمة وتكون فقط التهابات ملتحمة شو ما كانت أنواعها بتؤدي لحدوث تشوش بالرؤية. ممكن التشوش احيانا بيكون في مفرزات دم سطح القرنيه، ممكن ما ينظفها الواحد بيتحسن النظر. بينما اذا وصلنا لالتهاب القرنيه ممكن هون نفوت بعوامل مهدده للقدره البصريه. هلا خلينا نرجع لالتهابات الملتحمه الفيروسيه. التهابات الملتحمه الفيروسيه التهابات شائعه طبعا باي فصل بالسنه. الفيروسات خلينا ما حنذكر كل الفيروسات بتؤدي لها، بس راح ناخذ الاعراض تبعها. بتمتاز التهابات الملتحمه الفيروسيه مثل ما قلت لك بألم شديد، احمرار، مفرزات مخاطية، دماع، تهيج واحمرار بالعين، شعور جسم أجنبي. كل هالأعراض بتتميز فيها التهابات الملتحمة الفيروسية. عادة ما بصير كيف أنا بميزها وقت بيجيني مريض على العيادة؟ ممكن أنا أوجه المريض لنوع الالتهاب بشغلة واحدة، أنه في مفرزات صباحية كثيفة. يعني بالالتهابات الجرثومية البكتيرية عادة بفيق الصبح من كتر شدة مفرزات القيحية الصفراء بتلاقي الرموش كلها ملزقين على بعض، بدي أوقف على المي ليفتحهم. هي بتميزني عادة الالتهابات الجرثومية. تمام. التهابات فيروسية قد يصير فيها التهابات، لكن هي التهابات مخاطية، مفرزات مخاطية، ما لها التهابات صفراء يابسة بتلزق الصبح. هي من أحد الشغلات اللي بتواجهني بين الجرثومي والفيروسي. بينما التهابات فيروسية بتطول أكثر، ممكن يكون الألم شديد أكثر.
شديدة العدوى كمان، هي ممكن تنتقل من عين لعين، عادة الإصابة بعين واحدة أكثر من الثانية. هلأ هون بقدر ميز العوامل الفيروسية اللي بتؤدي لالتهابات الملتحمة. الشغلات الشائعة في عندي أنا الكلاميديا، في عندي يعني الأشياء السبب هو التهابات بالأدينوفيروس، يعني عادة تجي برشوحات ممكن تترافق مع التهاب بالعوم، ممكن تكون لحالة. أنماط معينة من الكلاميديا بتؤدي لحدوث الأدينوفيروس. عم نحكي على الأدينوفيروس، بوصل ممكن انه يحدث التهاب ملتحمه، ممكن ترافق مع التهاب بالعوم، ممكن تعمل اذيه خفيفه بالقرنيه تؤدي لتراجع النظر، بس طبعا فتره مؤقته. طيب. هلا بالنسبه للاعراض حكينا فيها، بالفحص السريري انا بشوف عند المريض في عندي اجربه لمفاويه على الملتحمه، هي بتميز لي الالتهابات الفيروسيه. هلا ومن ضمنها نحن خلينا نفوت على العنوان اللي انا حابب افصل فيه نوعا يعني نوعا ما، هو من احد الفيروسات الشائعه ومرض العصر اللي عن كلاتنا عم نعيشه، هو الكوفيد 19 الكورونا فيروس بكل انواعه ممكن يؤدي لحدوث التهابات ملتحمه. هلا طبعا هي ما لا مخيفه التهاب الملتحمه اللي قد يكون سببه الكورونا فيروس، بس لكن يعني ممكن انا الفكره من انه قد يكون هو العرض الوحيد للاصابه بالفيروس كورونا هو التهاب الملتحمه. هلا هي من توصيات منظمه الصحه العالميه اللي نبهت اطباء العينيه عليها، انه ممكن يكون العرض الوحيد انه واحد حامل، شخص حامل للكوفيد للكورونا فيروس وما عنده غير عرض واحد هو التهاب الملتحمه. هلا بهالحاله ليش نبهونا عليه منظمه الصحه العالميه؟ مو لانه هو خطير على المريض، لا، بس هو مجال للعدوى. تمام، المفرزات اللي ممكن تطلع على المحرمة على البشكير أو ممكن تنتقل، ممكن يكون سبب للعدوى. هو ما عنده أعراض بس ينشر، يساهم بنشر العدوى. هلأ كل مرضى الكورونا المشخص مثبت عنهم ترافقهم مع حدوثهم مع التهابات الملتحمة الفيروسية تقريبا 1-3%، يعني كل 100 شخص عنده كورونا فيروس مشخص مثبت 1-3% ممكن يكون بيترافق مع التهاب ملتحمة بالكورونا فيروس. هلا العلاج بصراحه بشكل عام التهابات الملتحمه الفيروسيه علاجاتها هي علاجات معالجه عرضيه، بحيث انه تتغلب مناعه الجسم على الفيروس الموجود. فانا بتوجه يعني ما في عندي دواء للبكتيريا، في عندي انتيبيوتيك بيعالج البكتيريا، اما الفيروسات ما في عندي مضادات فيروسيه للالتهاب الملتحمه، عاده بتحسن خلال فتره اسبوع اسبوعين. العلاج بتوجه انه انا حافظ على القدره البصريه وريح المريض وامنع حدوث العدوى. كمان من الشغلات الثانية اللي بتصير بالكورونا فيروس عند مرضى المصابين بالكوفيد غير التهاب الملتحمة، في شغلات ثانية أصعب طبعا، بس هي حالات ما ذكرت بتواتر معين، هي حالات انه مثل انه اخذ لقاح وصار عنده خثرات. هلا صارت هي، بس هي حالات فرديه، ما هي ظاهره مدروسه بشكل عام. الاشيع شيء عند مرضى الكوفيد هو التهاب الملتحمة الفيروسي. هلا علاجه مثل اي التهاب ملتحمة فيروسي، يعني انا بجيني مريض ما بدنا خوف هون المرضى انه انا عندي كورونا بعيني. طيب هلا هو انا اول شيء اذا كان التهاب ملتحمة فيروسيه انا ما فيني انه شك انه هو كورونا ولا لا، انا بعالجه كالتهاب ملتحمه فيروسي، بقول لك تاخذ الوقايه الكامله، تاخذ العلاج، وهي فتره خلال اسبوعين بتمضى، ما بصير تهديد للقدره البصريه بشكل مباشر، بس الخطوره من انه ينشر العدوى لغيره. لذلك بقول له الحفاظ على الوقايه. هلا بالنسبه لنشر العدوى بالنسبه للمفرزات العينيه لازم يكون في الشيء تبعلوش، تمام، المفرزات اللي بتطلع من العين شديده العدوى، نسبه الفيروس فيها منيح ممكن تعدي، فانا بدي نبهه لاهل البيت ما ينشر العدوى عليهم. ممكن يكون هو المريض بالكورونا عنده التهاب ملتحمة، بس لكن مو مؤثر عليه التهاب فيروسي على الأطراف، بيتحسن لحاله، بس ممكن يساهم بنشر العدوى لبقية الأفراد العائلة أو حتى أفراد المجتمع. نعم. يعني دكتور حضرتك وفيت بكثير من الأسئلة اللي كنا بدنا نسألها جاوبت عليها فوراً. خليني أسأل بس هيك تفصيل صغير، اليوم في كثير أشخاص بينصابوا بالملتحمة وقبل ما يروحوا لعند الطبيب مجرد ما يشوفوا احمرار بالعين بيبادروا يروحوا ياخذوا هن أطراف لوحدهم يعالجوا نفسهم من دون ما يتشخص عندهم شو المشكلة، وخصوصا اللي بحس انه عنده مثل ما قلت في شيء اجنبي بالعين فبيقول اكيد فايت شيء بعيني فخليني اروح عند صيدلاني اخذ قطرة او شيء معين. هاي الحالة اذا انا اخذت قطرة من عند الصيدلي اللي هي بتعالج حساسية العين طبعاً. شو ممكن يصير؟ هل بيتراجع المرض شوي فبالتالي انا بيتأخر تشخيص الحالة؟ لا بالحقيقة أكيد مو أول، يعني نحن من الثقافة الشائعة عنا أنه أول شيء ممكن إلجأ لأطرة بالبيت أو عند الصيدلي لأي أعراض، بس أنا هلأ بدي نبه على أعراض ما المفروض المريض يتغاضى عنها. يعني هلأ شوية احمرار،
احتقان بالملتحمة، مفرزات خفيفة، ألم خفيف، ممكن المريض ياخذ قطرة. هلا عادة الصيدلي وقت بيروح لعنده المريض ما بيفوت بالقطرات القوية، بيعطيه قطرات بسيطة أو جنتامايسين. يعني جنتامايسين هي من لا هو هو على فكرة ملتهم ب 10% من التحسس الملتحم الجنتامايسين. هلا عن جديد ما عم يصير الصفو عم يقول إنه في عم يؤدي لتحسس لا لا لا. سابقا كان يعني عادة جنتامايسين هو في هذا هو صاد قديم موجود بعلاج صحيح. العين، بس هو متهم بحدوث 10% من التحسسات الملتحمة. في عنا مراهم كريمات تانية، الصيدلي بيوصف عادة قطرة أنتيبيوتيك يعني مضاد التهاب خفيفة لأي شكوى ممكن يشك فيها بالتهاب الملتحمة. هلا أنا بقول له مثلا للمريض إنه إذا كان الألم محمول، إذا كان أهم شيء عندي ما في تشوش يعني تدني القدرة البصرية، يعني أنا خلي المعيار المريض موضوع القدرة البصرية، يعني بيقدر يعمل بالعينتين يقارن في تشويش بالنظر، في تشويش بالنظر معناتها أنا طلعت من التهاب الملتحمة وصلت لشيء بالقرنية أو لشيء لداخل العين. طيب هل بيصح إنه أنا آخذ قطرة أنتيبيوتيك؟ قطرة أنتيبيوتيك عادي، قطرة دمع صناعي، قطرة أنتيبيوتيك فينه أي شخص يستعملها، يعني يبلش فيها من حاله، بس هلأ هون خلال 48 ساعة ما لاحظ تحسن تمام، أكيد هو بشكل لازم طبيعي بده يراجع على الطبيب. هلأ وقت بيراجع على الطبيب فينه يفوت يشخص نوع الالتهاب الملتحم الموجود عنده، هل هو فيروسي أو هو جرثومي أو هو مجرد تحسس عادي. فأنا بنقول له للمريض أنه ممكن يخبرني على التليفون أنه أنا عيني مثلا يشكيلي شوية أعراض، أنا حتى على التليفون ممكن أعطي قطرة أنتيبيوتيك، قطرة مضاد التهاب مع قطرة دمع صناعي، ما فيني فوت بال ما فيني فوت بالستيرويدات الموضعية أو الكورتيزونات الموضعية لحتى أفحص المريض على الجهاز، أكيد بدي أتأكد من سلامة القدرة البصرية قبل. تمام. طيب دكتور بالختام خلينا نحكي الأطفال كمان اللي عم نشوفهم دائما في عندهم مشاكل بالعين، هي التهاب فينا نقول اللحمية أو تحسس، يعني اليوم بنشوف تحسس فصلي أو تحسس بحسب المناخ، كمان هي كيف بيكون علاجها وقديش بتبقى؟ طبعا. يعني ممكن بيقول لك إنه يومين ثلاثة عم بس عم ترجع لعند عند الطفل، يعني بيتحسن هلأ بيطيب. برافو عليك، ذكرتي معلومة مثلا خاصة بالأطفال. لأول شيء أنا الالتهابات الملتحمة شائعة طبعا عند الأطفال لأنه هي بتترافق مع التهاب طرق تنفسية عليا، يعني أي رشح ممكن يترافق مع التهاب ملتحمة. بس لكن أنا بدي وجه هون الأهل لنقطة، أحيانا بتكون انسداد مجرى الدمع هو عامل مؤهب للالتهابات المتكررة. فأي مثلا التهاب مثلا صار عند الطفل التهاب بالعينتين، عين تحسنت وعين ما تحسنت، ليش العين الثانية ما تحسنت؟ ممكن تترافق من سداد مجرى الدمع. بس بشكل عام التهاب الملتحمة خاصة الجرثومي هو التهاب محدد لذاته، يعني كانوا من زمان تمسيح بشاي مر الصبح ممكن بحد ذاته المواد العفصية بالشاي ممكن تنظف لأنه هو التهاب محدد لذاته، يعني يومين ثلاثة وبيروح، ما له شيء خطير. بس أنا بالنسبة عند الأطفال وقت بنلاحظ أنه الالتهاب تحسن بعينه وما تحسن بالعين الثانية عم يترافق مع دماء ممكن يكون أدى لحدوث انسداد بمجرى الدم. والتحسس الفصلي عادي؟ هلا التحسس هون فتنا بالتهابات الملتحمة التحسسية باب كبير، يعني ممكن عندي تحسس على مدار السنة وفي تحسس الفصلي بين الربيع وبين بس عادة بتكون أعراض، يعني بيعرف حاله المريض وقت بينام بغمض عيونه بفي تاني يوم الصبح بلاقي أموره أحسن لأنه ريح العين وغمضها من كتر مثلا الغبرة الشمس الموبايل الروائح القوية صار تحسس، نام فاق الصبح لقى الأعراض خفيفة. هم بتوجهني للالتهابات التحسسية، بينما التهابات الجرثومية بالعكس معاناته الصبح بتكون من المفرزات الكثيفة اللي ملزقة على الرموش. يعني المريض بفيق الصبح ما له مرتاح، بالتحسس عادة بفيق المريض نوعا ما بيكون مرتاح. تمام. بالختام نشكرك دكتور جهاد نويلات اختصاصي بالعين وجراحتها، شكرا لوجودك ولكل المعلومات القيمة اللي قدمت لنا اليوم. أهلا وسهلا وشكرا لكم، يعطيكم العافية. يعطيك العافية دكتور، وأكيد بتمنى الصحة والسلامة لكل الناس. شكرا كثير لك.